وصفتنا لليوم متبل الكوسة. لما ننقر الكوسة بنحتار شو بدنا نعمل باللب، وأسرع وأهين شي متبل الكوسة. بمي عم تغلي بنزل لب الكوسة، ولما يبلشوا يغلوا بخليهم على نار متوسطة من 15 ل20 دقيقة، ولما يخلص الوقت بصفي المي وبخليهم على جنب ليبردوا على الآخر. وهلأ لح أعمل التتبيلة. بالمدقة لحط التوم وضيف عليهم الملح ودقهم لينعم التوم. بحطهم بوعاء وبعصر عليهم الليمون الحامض وبحط لهم النعناع اليابس وبخلطهم مع بعض. بصفي لب الكوسة من المي الزايدة وبضيفهم فوقهم وبخلطهم مع بعض وبفضيهم بصحن التقديم وبرش عليهم نعناع يابس وبغرقهم بزيت الزيتون. وهيك بيكون متبل الكوسة صار جاهز معنا. وألف صحة وهنا.